تحليلية. خلينا نبدأ بأول الأخبار اللي يمكن برضو في حديث كبير جدا عنها خلال الفترة اللي فاتت، وربما يكون هناك حلول أو تفاؤل بأن يكون هناك حلول بالنسبة للأزمة السورية. كان هناك اتصال بين الرئيس المصري والرئيس الفرنسي أمس بشأن ما يحدث في سوريا، فعايز أعرف من حضرتك تعليقك إيه والدور اللي هتقوم به مصر خلال الفترة الجاية، وهل هو يكون دور صعب وهتقابل صعوبات في ظل أن يكون هناك أطراف كتيرة جدا بتتصارع حول الأزمة السورية؟ السؤال يعني خلينا نقسمه جزئين. هل أول حاجة اتصال اللي جرى ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وما بين هل مصر مستعدة دلوقتي للدخول في الأزمة السورية والحل؟ هبدأ من الأول اللي هو الاتصال اللي جرى ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون. شايفه أنه هو اتصال روتيني ما بين الزعماء وما بين بعضهم البعض، خاصة وأنه فرنسا بتحاول أن تجد لها موطئ قدم في المنطقة العربية بعد ما فشلت بعض سياساتها في دولة الجوار لسوريا اللي هي لبنان بدخول المملكة العربية السعودية على المعادلة والولايات المتحدة الأمريكية، وفكرة تسليح الجيش اللبناني عن طريق الصفقات اللي كانت بتعقد مع وزارة الدفاع الفرنسية. الأمريكان أصبح ليهم إطار معين في التعامل خاصة في لبنان بسبب يعني أبعاد كتيرة جدا من ضمنها إيران وحزب الله المتواجد في لبنان. فبالتالي فرنسا بدأت إن هي شوية تتراجع للدفع بالولايات المتحدة الأمريكية في الملف اللبناني، وبدأت إن هي تحاول إن هي تلاقي موطئ قدم ليها آخر في سوريا. يعني يكون في تغير بالنسبة لوجهات النظر، ما كنا شايفين فيه توافق ما بينها وما بين الولايات المتحدة، وكانت حصلت طبعا الضربة خلال الفترة اللي فاتت باشتراك الثلاثة. لا هو في توافق، هو ما فيش، هيكون في تراجع بالنسبة لهذا الموقف ولا مستمرة؟ لا انا برضو لو تسمح لي، المصطلح تراجع مش هو ده اللي اقصده. هو مصطلح مصالح، فين كل دولة بتحاول ان هي تلاقي مصالحها اكتر. اكيد معروف ان الولايات المتحدة الامريكية الاكثر تأثيرا في المنطقة العربية بفعل القوات العسكرية والاتفاقيات والشراكات الاقتصادية. إيمانويل ماكرون جه طبعا هو بقاله حوالي سنة، فدخل في ملفات كتيرة جدا وعنده احتجاجات بتاعت السكك الحديد، عنده بعض ملفات الاصلاحات اللي هو وعد بيها، عنده مظاهرات داخلية بيحاول ان هو يصرف النظر شوية عن الاحتجاجات اللي عنده بالدخول على المعادلة عسكريا في سوريا. هو له حوالي 100 جندي في منطقة منبش في شمال سوريا، ولكن كل كلامي ده لازم أحط في الآخر بيساوي صراع دول غربية على الغاز على الغاز والنفط في المنطقة العربية. يبقى إذن هنا لما نعرف أن الخريطة كلها بتقسم من أجل النفط والغاز بتاع سوريا، نعرف أن الفرنسويين اللي دخلوا على المعادلة، ونقدر نربطها بالاتصال اللي حصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر ومش كلام استهلاك اعلامي، هي دوله مؤثره جدا في اقليمها سواء سياسي او اقتصادي، وليها وزن وليها مصداقيه عند الاشقاء العرب. وبالتالي مصر لما بترعى مفاوضات هي قادره على حل الازمه، ولكن هم مين اطراف الازمه؟ عشان كده قلت لحضرتك، هل مصر مستعده للدخول في هذا الملف؟ هل نستطيع انه احنا نطلع بمبادره من 10 بنود، من 20 بند، من مليون بند يتم تحقيق اي منهم؟ انا في تصوري مش وقته. ليه؟ لانه مصر لديها من التحديات الاقتصاديه الداخليه كثيره، ولديها من التهديدات العسكريه كثيره، وبالتالي انا في تصوري انه احنا يمكن ان ننأى بانفسنا ايضا عن الازمه السوريه زي ما لبنان نأت بانفسها. ولكن إن انا شايف ان ده قدر مصر، خاصه انها دائما بتلعب دور محوري في منطقه الشرق الاوسط ودوله رائده في منطقه الشرق الاوسط، بالتالي كل الملفات التي كانت في منطقه الشرق الاوسط خلال الفتره الماضيه لم يحدث لها اي تغيير او يطرق لها اي تغيير بدون دور مصر، سواء القضيه الفلسطينيه، سواء في ليبيا، في المملكه العربيه السعوديه، وايضا الأزمة السورية. أعتقد ما هو ده اللي أنا عايز أوضحه. أنا مش معنى كلامي أنه إحنا ننأى بأنفسنا أن إحنا ملناش دعوة أن سوريا تقع. بالعكس، الموقف المصري، وأحيي الموقف المصري، أنه هو ثابت عند حتة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السورية، والدعوة لحل سلمي. والدعوة لحل سلمي.